كمان معنا أخبار تانية مهمة، منها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة يوم أمس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، وتمنى له التوفيق وللشعب الروسي للمزيد من التقدم والازدهار. أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين في التنمية والرخاء. كما من ضمن أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وكل رجال القوات المسلحة البواسل وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكدا أن هذه الملحمة الخالدة تمثل أعظم انتصارات هذه الأمة في تاريخها الحديث، وستبقى دائما عيدا لتخليد كفاءة وبسالة قوتنا المسلحة وإرادة وصلابة المصريين في تجاوز الصعاب وتحقيق الانتصارات. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، متمنياً له التوفيق وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد الرئيس السيسي في هذا الصدد بالعلاقات التاريخية بين مصر وروسيا وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين في التنمية والرخاء، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. امبارح تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مستهل اجتماع الحكومة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل رجال القوات المسلحة البواسل وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكداً أن هذه الملحمة الخالدة تمثل أعظم انتصارات هذه الأمة في تاريخها الحديث، وستبقى عيداً لتخليد كفاءة وبسالة قواتنا المسلحة وإرادة وصلابة المصريين في تجاوز الصعاب وتحقيق الانتصارات. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإجراء تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها وفقاً للجداول اللي تم اعتمادها وإعلانها رسمياً للعام الدراسي الحالي 2023-2024 دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024. بالنسبة لأخبار المحافظات، ففإن تم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 75 مليون جنيه، وفي سوهاج تم تشغيل أحدث جهاز لرسم الشبكية والعصب البصري بالمستشفى الجامعي. كمان في مطروح أيضا التحالف الوطني يوزع 10,000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية. أما في الأسكندرية فقد تم الكشف على 1851 مواطن في قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في قنا تم تمويل 1305 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بإجمالي مبلغ 75,593,000 جنيه، وبتمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. في جامعة سوهاج تم تشغيل جهاز الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري بوحدة فحوصات أمراض العيون، وهو الأحدث من نوعه في صعيد مصر، وده بالمستشفى الجامعي القديم، ويتم تزويد المستشفيات الجامعية الآن بأحدث الأجهزة لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى. في الإسماعيلية أعلنت مديرية الصحة أنه تم تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لأكثر من 10,000 مواطن خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وده ضمن خطة تكثيف العمل على حزمة المبادرات الرئاسية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. في أسيوط بيتم تركيب البولدرات وبلاط الانترلوك للأرصفة بعدة شوارع خلف مديرية الأمن بنطاق حي شرق تمهيداً للرصف ضمن خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع.
في الفيوم افتتحت المحافظة عدد من الأقسام والوحدات الطبية بمستشفى إبشواي المركزي بعد تطويرها وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، وده ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي. وشملت الافتتاحات قسم عناية الأطفال وهو قسم مستحدث تم إنشاؤه بالجهود الذاتية وبيضم 5 أسرة مجهزة بالمونيتور للعناية المتوسطة للأطفال. ده بالإضافة لتوسعات وحدة الغسيل الكلوي اللي تم إنشائها بالجهود الذاتية وبتضم 61 ماكينة غسيل. في مطروح وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 10,000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بمراكز محافظة مطروح الثمانية، وده منذ بدء شهر رمضان المبارك. في الإسكندرية أكدت مديرية الصحة أنه تم الكشف الطبي على 1851 مواطن وصرف العلاج ليهم بالمجان خلال قافلة طبية تم تنظيمها بوحدة الجلاء الصحية بمنطقة العمرية.